بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير الورى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، أخي الحاج أختي الحاجة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤكم بحق يشرفنا ويسعدنا من خلال برنامجكم حج مبرور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي عند قبري إلا وكل الله بها ملكا يبلغني، وكفى أمر آخرته ودنياه، وكنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. هذا حجاجنا الميامين عن فضل من وقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن اتبع سيرته وسار على نهجه. عن فضائل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب زيارته والمزارات التي تعطر بها المدينة المنورة يدور حوارنا في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ الحسن بن إبراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي لعملة السخيرات تمارة. مرحبا بكم أستاذي. مرحبا. هذه الحلقة أستاذي غادي نخصصها الحديث على المدينة المنورة وعلى أهم المزارات. بغينا نعرفوا بداية فضل المدينة المنورة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ربي على ما أوليت من فضل وعلى ما أسبقت من نعم، وصلاة وسلام تامين دائمين بدوام ملكك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ومجتباك ومصطفاك من خلقك، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأمور التي تتوق إليها نفس كل مؤمنين يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن هذه البقعة الطاهرة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، هي البقعة التي احتضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومنها انبعث يعني نور الدولة الإسلامية ونور المجتمع الإسلامي، المجتمع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، رفقة الصحابة بالتربية وبالمجاهدة. فالمدينة في الأصل كانت تسمى يثرب، فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر لها بعد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية اللي كانت مع الناس ديال أهل يثرب، وانتقل لمدينة مستقر فيها سماها المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتسمى المدينة أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الأنصار الذين احتضنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها المهاجرين الذين هاجروا، وفيها المسجد النبوي وقبل منه مسجد قباء. وفي ديك المدينة قامت الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية، النواة اللي من ثم بدأت، ومن ثم بدأ الإشعاع للإسلام ينتشر في ربوع العالم كله. في ظرف 8 سنوات تحقق بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد الصحابة رضوان الله عليهم الفتح ديال مكة، ومن بعد السنة العاشرة الحجة ديال الوداع، الحجة النبي صلى الله عليه وسلم وقف نهار يوم عرفة يقول: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لفضل لعربين على عجمي ولا لأبيض على سودة إلا بالتقوى. خرج ذاك المنهاج ديال الإنسانية كله، يعني من المدينة لمكة، بدأ من مكة وانتقل المدينة نواة، من مكة انتقل المدينة، المدينة كبر ثم وصل النهاية دياله في حجة الوداع في يوم عرفة
ما قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في المدينة بهذا الزخم هذا كله يجب أن يستحضره المسلم. ولهذا احنا المغاربة والمسلمين جميعا عندنا واحد ارتباط روحي بالمدينة المنورة. احنا المغاربة لأن عندنا المذهب المالكي الإمام مالك من المدينة، عندنا المقرأ ديال الإمام نافع من المدينة، وعندنا واحد ارتباط بآل البيت، آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيظهر هذا من البيعة ديال المولى إدريس الأول اللي جاء يعني من بطش، هارب من بطش للعباسيين واستقبله المغاربة وبيعوا لأنهم العترة النبوية، والأمر مستمر إلى الآن مع العترة النبوية مع آل البيت الآن هم اللي فيهم اللي منهم أمير المؤمنين مولاي الحسن محمد السادس. فهذا الشيء كله كيخصو يحضر، فلما كيمشي المؤمن لديك المدينة المنورة كيستحضر هذه المعاني وهو كيمشي في المدينة. من كيدخل لها أنت كتدخل وكتسلم على رسول الله، دخول أنت راكب في السيارة وكتقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله. أنت كتدخل لأن داخل الدار ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيت سيدنا هي المدينة على ساكن أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كتذكر الصحابة الجهاد ديالهم المهاجرين الأنصار كبار الصحابة كبار الصحابيات ما وقع كاع داكشي اللي وقع في يعني من جهاد من بناء من بناء ديال 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 الدولة وديال الأمة. كل شيء كيستحضره الإنسان لما يمشي للمقامات يزورها. وسبحان الله حتى الحاج من كيزور المدينة كيحس بهاد الرحمات اللي كتنزل وهاد السكنات اللي كتنزل في هذاك المقام. والمدينة معطرة بخير الورى اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وزيارته كتبقى قربة كبيرة صحيح، وبجوار القبر ديالو الروضة الشريفة. يعني نبغوا تقرب الحاج أكثر ما يجب عليه من آداب من يدخل الروضة الشريفة ومن يبغي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، والفضل ديال المسجد النبوي اللي هو طبعا الإنسان لما كيمشي للمدينة يمشي بهذا الشوق. الناس كيمشيو ولهذا احنا عندنا لما كتسول شي واحد فين غادي تمشي تيقول لك غادي نمشي نشبك في النبي. هو راه تيقصد غادي يحج، الحج كيكون في مكة. مني كيسالي من مكة أو لا كيمشي للمدينة كيسبق، الزيارة هي الأولى. ففي المدينة كاين الزيارة ما فيهاش الحج، ولكن نحج إلى المدينة بمعنى نقصدها كنحجوا للمدينة. كيكون عندنا واحد الشوق لديك المدينة، فلما كنساليو من الحج في مكة وكنأديو المناسك كاملة وكنديروا طواف الوفاضة ومن بعد نديروا طواف الوداع ونخرجوا بحالنا. الناس اللي ما زاروش المدينة كيقول لك لا بد نمشيو نزوروا المدينة المنورة، يعني كنصليو فيها ونقعدوا فيها 8 أيام باش نصليو 40 صلاة. نعم ياك. والناس اللي كيسبقوا المدينة كيمشيو للمدينة شوقا، يحجون إليها بمعنى يقصدونها. فالإنسان لما كيمشي للمدينة يستحضر هذه المعاني، يستحضر أنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحضر أنها مدينة الصحابة وأنها مدينة ذلك الجيل الفريد الذي صنع هذه الأمة وهذه الدولة بناء على الإسلام استنادا للإسلام إلى شريعة الإسلام. أهم شيء في المدينة المنورة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأهم شيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خير في خير في خير. يدخل الإنسان للمسجد النبوي خصو يعرف أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. يدخل أولا كما يدخل إلى سيد المسجد السلام عليكم بسم الله الله ذاك الدعاء ديال دخول المسجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي كلها. ويدخل المسجد، يدخل من باب السلام إذا أمكن، إذا ممكن يدخل من أي باب، ويمشي يقصد مباشرة للروضة الشريفة باش يسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يوقف هنا لو سمحتي الحاج خصو يستحضر اكثر هذه النعمه اللي عطاها الله عز وجل. حنا دابا تحرمنا من الرؤيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ملي كتكون تما كتكون قريب يعني مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه بالادب. تحكي على واحد الصحابي اظن سيدنا علي كرم الله وجهه وشي وشي تابعي ما بقيتش، كان في الروضة الشريفة فدخل أحد الأعراب. أعتقد هذاك السيد هو الأحنف بن قيس، ما بقاش لما خانتنيش الذاكرة. فدخل أحد الأعراب وقف قدام القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا سيدي يا رسول الله سيد ربك يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفور رحيم. ف
فانا جيتك ظالم نفسي، يعني ظلم نفسي بالذنوب، استغفر الله واسالك ان تستغفر لي. والنبي صلى الله عليه وسلم في القبر ديالو وكمل وبكى ومشى في حاله. ذاك الاحنف بن قيس بحال الا داتو شي غفوه، وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الحق الاعرابي، فقل له ان دعوتك او ان سؤالك قد بلغ، ان رسالتك قد بلغت، ان رسالتك قد بلغت. وهذا يؤكده ما جاء في الحديث اللي بديتي به الحلقه، وهو ان ملك يبلغه، ان الله يوكل ملكا يرد على صاحب السلام وعلى صاحب الدعاء. فاحنا لما كنمشيو كنستحضروا، اول حاجه كنستحضروا لمن وقفوا قدام القبر، ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه حي. نعم. سيد ربي كيقول لنا يا الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني خص يكون واحد ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط اعمالكم. بالتالي كما كانوا الصحابه، كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى احنا ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوق لرؤيتنا. واش هذه القضيه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم في اخر العمر ديالو زار البقيع، اخواني زار البقيع، عندما قال البقيع هو المقبره المدفون فيها الصحابه في اواخر ايامه. نعم. لما دخلوا الصحابه سلم على الناس في المقبره، السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم الصادقون نحن اللاحقون، ودعا معهم، قال ودعا مع ذوك الناس، دعا معهم وذكرهم، ثم قال الصحابه وددت لو رايت اخواني، وددت لو رايت، تمنيت لو كنت شفت الاخوان ديالي، يعني اشتقت. قالوا ايش؟ قالوا اولسنا اخوانك؟ قال انتم اصحابي، هذه المقامات. نعم. مقام الصحبه. قال انتم اصحابي. قالوا من هم اخوانك؟ اخوانك ومن هم؟ شكون هم اخوتك؟ لانه قال وددت لو رايت اخواني، تمنيت لكون شفت خوتي. نعم. قالوا له المؤمنين الصحابه واش ماشي احنا خوتك؟ لان انما المؤمنون اخوان. نعم. قال انتم اصحابي. يا وشكون هو اخوتك؟ قالوا اخواني الذين امنوا بي ولم يروني. الله يجعلنا منهم. احنا منهم، وكنطلبوا الله يثبت هذا الامر هذا، لان نسالوا الله عز وجل ما يحرمناش من الرؤيه ديالو من الشربه من يده الشريفه. فالموقف قبل استحضر هذا المعنى. نعم. ودوي مع النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم دار قوم، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهادي حتى أتاك اليقين. غادي نواصل معك أستاذي هذا الأدب إن شاء الله، ومعكم مشاهدي بعد هذا الفاصل. أنا البيت كعبتكم للرجاء. الله أكبر لا كبير سواه، جلت محامده وعز ثناه، هادي العباد إلى سنا عرفاني، هادي العباد إلى سنا عرفاني، لولا التفضل ما تدوا لسناه، ملك الملوك وحكمه في خلقه ماض ماض، فلا حكم يرى لسواه. يا النور الخالد، برنامجكم اللي غادي يتناول باذن الله حياه الرسول صلى الله عليه وسلم من المولد ديالو وبعض الوقائع ايضا اللي سبقت المولد حتى الوفاه ديالو. فكنعرض عليكم احبتي نمشيو نتجولوا معا في اروقه هذه السيره المباركه اللي كتعتبر اصح واوضح سيره لتاريخ نبي مرسل او عظيم او مصلح، فكونوا في الموعد. أنا البيت كعبتكم للرجاء.
مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام. حلقة اليوم تتعطر بزيارة المدينة المنورة وبزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا على آداب، شفنا الفضل ديال المدينة، وقفنا دابا عند الآداب ديال زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلتي أستاذ، خصو يوقف بأدب بواحد الوقار وبخشوع ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شفت ناس، أنا كنحكي لك هذه دابا، شفت ناس كبار من بلاد إسلامية، رجل اللحية ديالو طويلة ورجل شيخ وقف قدام القبر، يعني كأن الطير على راسه والدموع كتبكي كتنزل الدموع واقف قدام القبر بفضل المقام. وماشي يعني من 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 العجم، من باكستان وافغانستان، واقف قدام القبر وتيبكي. ومن الافارقه، شفت الافارقه من ادغال افريقيا، واقف قدام القبر وتيبكي، ما تيقول والو، غير واقف يستحضر عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحضر قدر رسول الله وتيبكي. انا ماني شتت بورشت. اذا شنو هو الادب؟ توقف وتستحضر هذا المعنى، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلاله. نعم. كتقول يا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، اشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، اشهد انك رسول الله. وبجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتبلغ السلام. نعم. ديال الناس اللي وصوك. وصاني با وصاني عمي وصاني يسلم عليك فلان وفلان وفلان وفلان. نعم. كتسالي كتزيد واحد شويه. جيت حداهم لانهما جاو في غرفه واحده. فهي جاو في بلاصه واحده، في حجره واحده. نعم. في حجره واحده، واحد سيدنا محمد هكذا وسيدنا ابو بكر تحت منه وسيدنا عمر تحت منه. نعم. كتزيد غير واحد شويه. كتعاود السلام عليك يا خليفة رسول، يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، جزاك الله عن الإسلام كل خير. وتعود تزيد واحد شوية وتوقف عند سيدنا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا فاروق، السلام عليك يا أمير المؤمنين، جزاك الله على الإسلام كل خير، وتدعو الله بما شئت من دعاء الخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. كان واحد المكان تما، وسبحان الله هذاك المكان عنده طبعه الخاص، وفعلا روضة من رياض الجنة، وكتحس أنك ماشي في الأرض. يحرس الإنسان يعني الحاج خصو يتحلى بالآداب، ما كيكون الزحام، يصلي واحد الجركعه تما، ولكن ما يكونش خفاف. خفاف لأن الناس كلهم كيتمناو يصليو. نعم. يصلي الجركعات خفاف، قل يا الكافرون قل والله احد مع الفاتحه طبعا. نعم. وفي الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثه المرات، في السجود سبحان ربي العلي ثلاثه، ويدعي الله تبارك وتعالى، ويخلي خوت المؤمنين تما يستافدوا، ويدعي للمؤمنين، يدعي لنفسه، ويدعي للمؤمنين، يدعي للاحباب، يدعي للخو، يدعي لبلاده، يدعي لولي الامير المؤمنين. نعم. ولي الامر ديالنا. نعم. الله يصلحه ويعاونه ويوفقه ويحفظه ويطول في عمره ويصلح له للشعب ديالو ويصلح له وليداته، شي كله دعاء الخير. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، دعاء الخير يحفظ البلاد المسلمين، يوحد صفهم، يجمع شملهم، يهدي قاده المسلمين الى ما فيه خير وهذه الامه، فانه لا يهدي الخير الا هو. ثم يحرص على الصلاه في المسجد النبوي، يقضي فيه واحد الوقت كثير. هذيك المسجد تما، هذيك هي المدرسه فين تربوا الصحابه، تما خرج هذا العلم الشرعي. نعم. تما خرجوا القاده الكبار، السياسيين والعسكريين ديال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المدينه كذلك استاذي تتعطر بمجموعه من المزارات. ايه. نبغوك تعرفني عندنا الباقيه. نعم. في الصحابه رضوان الله عليهم. وبجانب المسجد. بجانب المسجد يمشي يزور ويدخل البقيع بالادب، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، انتم السابقون ونحن اللاحقون. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم الحقنا بهم مسلمين تائبين وطائعين خائفين رب العالمين. نعم. دعي معهم. نفس الامر بالنسبه لشهداء احد. شهداء احد. يمشي تما، لان شهداء احد هذوك ناس فيهم سيدنا حمزه. سيدنا حمزه بن عبد المطلب. نعم. عم النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قتل مات شهيدا في معركه احد. هذوك الشهداء ديال احد اللي قال فيهم الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ايضا مسجد قباء اول مسجد بني في الاسلام.
عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقر في ديك المنطقة قبل ما يدخل البلاصة اللي فيها المسجد النبوي. نعم. بنى مسجد قباء. ومسجد قباء الصلاة فيه قالوا في رواية أنها تعديل عمرة. يعني عنده واحد الفضل الكبير، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل نعم سنة. كان يزوره مرة بعد مرة. نعم. أيضا مسجد القبلتين. القبلتين هو المسجد اللي كانوا فيه الناس كيصليوا وجاءهم خبر تبديل القبلة فتحولوا، كانوا كيصليوا ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القبلة تبدلت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وهما كانوا كيصليوا البيت المقدس فجاءهم الخبر وهما في الصلاة توجهوا لبيت الله الحرام. ويعني كاين مزارات هذه اهمها، ولكن هذه هي اهمها، ولكن المهم في هذا الشيء كله ان الانسان يحرص على انه يصلي في المسجد النبوي، يحرص على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزياره رسول الله في قبره وزياره قبره وزياره المسجد وفي المدينه وزياره ذكر المزارات، ويمشي في المدينه وعليه الواقع. نعم. يعني يكون تحلي لانها مدينه رسول الله. استاذي الحاج حج وتحطت الذنوب ديالو في عرفات كيف ما شفنا، وتنزلت عليه الرحمات والله عز وجل بها به اهل السماء واعتق الرقبه ديالو، جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، يعني تجمعات مجموعه من الروحانيات عند هذاك الحاج وتسقى كيف ما تقول استاذ. غادي يجي البلد ديالو هو حامل يعني واحد الفضائل واحد الخيرات، وهو يعني كبير عند الله عز وجل قبل ما يكون كبير عند الناس. كيفاش يصرف هذه الخيرات في البلد ديالو ويكون فاعل؟ كل عباده لابد ان يكون لها اثر. نعم. ما في ذلك شك، لان هذه العبادات راه حنا اللي كنستافدوا منها، المؤمن هو اللي كيستافد منها حينما يقبل عليها، ذلك دليل على ايمانه وذلك دليل على يقينه وذلك دليل على محبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كيجي تيخص الاثر، الاثر شنو هو؟ هو ان يسير على النهج. نعم. يلتزم بداك الشيء اللي في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعد عن المعاصي، يكثر من الطاعات، يكون يعني متحليا باخلاق الاسلام باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يجي من تما مسقي كما قلتي، وخص هذاك الشيء يبان عليه في سلوكه مع الناس، يبان عليه في سلوكه مع الناس. الاثر ديال الحج كالاثر ديال الصلاه كالاثر ديال الصوم كالاثر ديال الزكاه. سيدي ربي كيقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم المطهر يطهر، رمضان اللي كيجي كيف يعني الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم. الحج يعني كيخرج الإنسان من الذنوب ديالو كما ولدته أمه، فبالتالي كيبقى ذاك الآثار ديال ديك العبادة وديك الزيارة وديك الحضور لديك المقام في نفس الإنسان. نعم. يصرفه في تعامله مع الناس، هذا الشيء اللي خصو يكون. نعم. هذا الشيء اللي خصو يكون، ما كاينش شي حاجه اخرى، ان الانسان يا ربي انه راه ربي كرمه ومشى لذاك المقام مره وجوج وثلاثه، ولكن اللي مشى غير مره وحده يعرف بان الله كرمه، ربي اختاره، ربي اصطفاه، يعني كيمكن يكون كاع انه ما عمره كان في باله انه يوصل لذاك المقام، ما وصل ليه. نعم. ها هو جا من تما، وقف ذاك الموقف عرفه، وقف امام القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مواقف عظيمه جدا فيها يعني تسكب العبارات، الانسان كيبكي ويعني والاشواق كتكون قويه بين الانسان وبين الله تبارك وتعالى. كيجي من تما انسان اخر، نتمنى ان حجاجنا الميامين كلهم اولا يديهم الله بخير. نعم. في طريق السلامه، في النجاه، مرتاحين مريحين، ويرجعوا بعد ما يؤديوا المناسك يوفقهم الله تبارك وتعالى لتأدية المناسك كما يجب. نعم. وفقهم الله انهم يصبروا ويتعاونوا ويتساعدوا بعضياتهم، ويردهم الله تبارك وتعالى لبلادهم امين غانمين رابحين فايزين ان شاء الله، ويدخلوا على وليداتهم بالربح وبالايمان وعلى بلادهم وعلى جيرانهم على بلادهم على امتهم وعلى
جيرانهم وعلى خوتهم وعلى الاصدقاء ديالهم، على كل بمعنى انه يولي ديك الانسان يعني كتبان فيه ديك البوادر ديال الخير وديال الصلاح وكتخرج منه للناس كاملين. وكذلك من يعني حجاجنا نتمنوا انهم ما ينسوناش من الدعاء. صحيح ما في درك يعني لنا وللجميع ما ينسوناش من الدعاء، وسلموا لنا على سيد النبي صلى الله عليه وسلم. اي واحد وقف امام القبر النبوي الشريف يسلم على سيد النبي وبلغوا التحيات ديالنا والايمان، نحن نشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصلي عليه في كل وقت وحين، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها كل صلاه ديالنا وكل ذكر ديالنا يعني واحد الزاد نديو معنا غدا يوم القيامه باش نشربوا من الحوض ديال سيد النبي صلى الله عليه وسلم شوربه لا نظمأ بعدها ابدا. امين. ويحشرنا مع الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامه ونفوز معه في اعلى الجنان جنه الفردوس. نطلب من الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الناس اللي يفوزوا بهذا الخير هذا، وان نلقى الله وهو راض عنا، ونلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا في ديك الزمره ديال الاخوان ديالو، نكونوا من ديك الاخوان ديالو اللي ندخلوا معاه ان شاء الله. كنشكرك استاذي شكر كثير على هاد المعلومات القيمه في طيله حلقات برنامج حج مبرور، والشكر موصول لكم حجاجنا الميامين ومشاهدي الكرام على حسن تتبعكم. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.